كانت أم الشافعي رحمه الله معروفة بالذكاء، وكانت من العابدات القانتات. شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى، فأراد أن يفرق بينهما ليسألهما منفردتين، يعني القاضي قال للمرأتين: أنت روحي وهذه أسمع منها وحدها، ثم تذهب وتجي أنت وأسمع منك وحدك. يعني كأنه أراد أن يستوثق أنه ما في وحدة تتواطأ مع الثانية. فاحتجت عليه أم الشافعي بآية منعته من ذلك. فما هي الآية؟ لا، أبعدت النجعة للذكر من حظ الأنثيين، ما له علاقة. أيوة، صف الأول. لا، ما في شقاق الحين، ما في شقاق. ها، أحسنت، تفضل. قول الله سبحانه وتعالى: أن تضل. أي واحد؟ خلاص جيبه، أنا ما أدري، أنا يمكن سمعت غلط، تفضل. بس أنا سمعت آية ما لها علاقة بالموضوع، سمعت للذكر مثل حظ الأنثيين. سلام، حياك الله، أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. هات، طيب تفضل. سلامة الله، حياك الله. إذن قول الله عز وجل في استشهاد المرأتين: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فقالت له: ليس لك ذلك، لأن الله يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فليس لك أن تفرق بين الشاهدتين.